استبعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي معاوضة توصل القوى الدولية إلى اتفاق نووي مع إيران. وأضاف في كلمة أمام معهد أبحاث الأمن القومي أنه يجب أن تكون لإسرائيل قدرات عسكرية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن إسرائيل حسنت من قدراتها العسكرية على مواجهة برنامج طهران النووي. إسرائيل ملزمة بأن تكون لديها قدرات عسكرية ذاتية كبيرة لاستهداف البرنامج النووي الإيراني. ما فعلناه خلال السنوات الأخيرة هو تسريع كبير لجاهزيتنا لعملية عسكرية ضد النووي الإيراني. هذا التسريع يشمل جهودا استخباراتية كبيرة جدا بشأن بنك الأهداف. نناقش هذا الحديث مع ضيفينا من غزة، دكتور صالح النعامي الكاتب والمحلل في الشأن الإسرائيلي. ينضم إلينا من طهران أيضا عبر سكايب مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق. سأبدأ معك من غزة دكتور النعامي. ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجيش الإسرائيلي عن خطر إيران النووي وعن الضرورة القصوى لمواجهته، لكن ما سياق كلام كوخافي هذه المرة؟ يعني أول سياق جاء في إطار قرب انتهاء فترة ولايتك. بعد شهر سينهي كوخافي مدة رئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، فهو تحدث عن عدة أمور من ضمنها إنجازاته خلال هذه الفترة. لكن في السياق العام المتعلق بالموقف الإسرائيلي من برنامج النووي الإيراني، الآن إسرائيل تواجه يعني وضعا صعبا في مواجهة هذا التحدي تحديدا، لأنه الآن لا يوجد هناك ثمة اتفاق بعدما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب من الاتفاق النووي. الآن إيران تواصل تطوير البرنامج النووي بدون سقف وبدون قيود. النقطة الثانية، إسرائيل تخشى من تداعيات التعاون الروسي الإيراني بعدما تدخلت إيران في الحرب الأوكرانية، وهي تفترض بأنه هذا سيفضي إلى تحسين قدرة إيران على ليس فقط على مواصلة تطوير برنامجها النووي، بل أيضا تطوير قدراتها التسليحية التقليدية وتحسين مكانتها ووضع تحسين مكانتها الإقليمية والدولية، بما يقلص من فرص استخدام يعني إقناع المنظومة الدولية لاستئناف العقوبات على إيران. الآن في إسرائيل يراهنون الآن على أمرين. الأمر الأول هو إقناع الغرب وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بأن تنطلق من مساعدة إيران لروسيا في تكثيف العقوبات على إيران. النقطة الثانية هو يعني استنزاف إيران في الساحات الأخرى، تحديدا في سوريا، في مناطق نفوذ إقليمية أخرى لإيران. لكن كما أسلفت، إسرائيل الآن يعني وصلت إلى ما يشبه الطريق المسدود في هذا الموضوع. طيب، لأنه الآن إيران أصبحت حسب التقدير الإسرائيلي على حافة قدرات نووية، وبالتالي لا يمكن الآن بالتحديد أن يتم وقف هذا الموضوع. نطرحها على ضيفنا في طهران. أستاذ مختار، مرحبا بك. طبعا التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة أبدا، وليست أول مرة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يهدد بتوجيه ضربات إيران للحد من قدراتها النووية. ولكن السؤال هو، ألا تعطي طهران مرارا وتكرارا مبررات لإسرائيل لتوجه هذه الاتهامات ولتقوي من وضعها العسكري في مواجهة إيران، باعتبار ما تم التصريح به مؤخرا من قبل القيادة الإيرانية بأن إيران قادرة على صنع السلاح النووي في أي لحظة، وأنها هي من تختار أن تقوم بذلك أو لا؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. نعم، يعني إيران عندما قالت بأنه تستطيع كانت صنع القنبلة النووية تؤكد أنه لديها القدرات، ولكن من جانب هناك تعرفون يعني يوجد فتوى من أعلى مرجع ديني في البلاد وهذا يحرم ذلك. ولكن إيران تريد تعطي رسالة للعالم من هذا الكلام بأنه تحترم القرارات الدولية. ولكن بالنسبة للكيان الصهيوني، يعني الصهاينة معروفين كانوا منذ اليوم الأول من المباحثات الذي أدت إلى اتفاق عام 2015، هم كانوا يعارضوا بشدة هذا الاتفاق، وكان لا فرق يعني بين نتنياهو أو حتى الحكومات التي أتت بعد نتنياهو والآن سيأتي نتنياهو، يعني هؤلاء جميعا كانوا يعارضوا أي اتفاق بين إيران
والغرب هم أعتقد الآن يشعروا بالخطر، خاصة بعد التصريحات الأخيرة الصادرة من الجانب الإيراني والأوروبي. وهناك يعني تعرفون اليوم السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني ذهب إلى سلطنة عمان. قبل يومين هناك كان موفد من دولة قطر زار الجمهورية الإسلامية. هاتين الدولتين يلعبون دورا للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لأن الأزمة الرئيسية الموجودة هي ليست يعني بين فقط يعني إيران والدول الأوروبية، بل هي بشكل أساسي بين إيران والولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي. باعتقاد هذه التصريحات الإسرائيلية تأتي يعني في إطار التأثير السلبي على هذه الأجواء. صحيح الكيان الصهيوني في هذه السنوات قام ببعض العمليات للتأثير على برنامج إيران النووي، ولكن إيران سرعان ما قامت يعني بحل تلك المشاكل أو مواجهة تلك العمليات التخريبية. إلى جانب ذلك يعني الإسرائيليين يعني هم ما زالوا على الخط من أجل عدم التوصل إلى هذا الاتفاق. ونرى الآن أو خلال هذه الأشهر هم كيف دخلوا على خط يعني التعاون الموجود الذي كان بين إيران والوكالة، وأثروا على هذا التعاون من خلال التأثير على الوكالة وبالذات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن يبدو الآن كذلك هناك سنشهد يعني تعاون جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلذلك في هذا الإطار يعني نرى أن الإسرائيليين مستمرين بهذه المساعي من أجل التأثير على هذه المرحلة الجديدة التي سنشهدها خلال الأيام القادمة من المفاوضات. طيب. بين إيران والغرب وبالذات بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر. دكتور النعامي، ما حقيقة ووزن الدور الإسرائيلي في التأثير على عودة إيران لطاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة والتوصل من عدمه إلى اتفاق نووي جديد، أو على العلاقة الإيرانية ووكالة الطاقة أيضا؟ في الحقيقة الإسرائيل يعني وضعت أو نجحت حتى الآن في وضع عائق كبير أمام العودة للاتفاق النووي، وهو إصرارها، وقد أقنعت الإدارة الأمريكية بذلك بأن تضع مسألة التحقيقات في التي فتحتها الوكالة الطاقة الذرية الدولية في موضوع خروقات إيران للميثاق عدم انتشار السلاح النووي، ولم تتراجع الإدارة الأمريكية كما تعلمون في آخر عندما تقام الاتحاد الأوروبي التوسط من بين أمريكا وإيران. الإدارة بايدن التزمت بالنصيحة الإسرائيلية وأصرت على أن يتم أن تواصل الوكالة الدولية التحقيق في هذه في خروقات إيران لهذا الموضوع. لكن هناك نقطة مهمة، هناك خلافات أساسية ما بين إسرائيل من جهة والولايات المتحدة فيما يتعلق بالنظرة للبرنامج النووي الإيراني. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا ترى مشكلة في أن تصبح إيران دولة على حافة قدرات نووية، يعني بمعنى أن تكون لديها القدرات التقنية لإنتاج السلاح النووي دون أن تقوم بإنتاج هذا السلاح. بينما في إسرائيل تعتبر وصول إيران إلى مسألة أن تصبح دولة على حافة قدرات نووية كما هو حاليا الآن، هذه مشكلة كبيرة. النقطة الثانية أنه وهذا ما أكده بالمناسبة أهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وتامير باردو رئيس الموساد السابق أيضا، بأنه لا، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه هؤلاء أكدوا بأنه لا توجد لدى إسرائيل القدرة العسكرية على القضاء على البرنامج النووي الإيراني بمفردها. وهذا هو هذا يعني هذا هو احد يعني اوجه المعضله الاسرائيليه. نعم. لذلك اسرائيل تحاول ان تقنع الولايات المتحده الامريكيه بامرين، اولا زياده الضغوط الاقتصاديه على ايران من جهه، النقطه الثانيه ان تلوح بتهديد عسكري جدي. لكن المشكله الان مع صعود الحكومه الاسرائيليه الجديده. نعم. وتركيز اطراف القوى اليمين الديني فيها على الموضوع الفلسطيني والاستيطان والتعويض، هذا يقلص من قدره اسرائيل على يعني التجند بموارد سياسية يمكن أن تعتمد عليها في إقناع الغرب. طيب. وتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية بالتركيز على إيران، لأنه التركيز على الملف الفلسطيني حتما سيقنع على الأقل الغرب أو سيقلص من حماس الغرب للاستثمار في هذا الجانب. أستاذ مختار، الآن إيران وليس الآن فقط، يعني منذ الثورة تواجه منذ اندلاع الثورة 79
تواجه مجموعة من التحديات معظمها خارجية، ولكن مؤخرا هناك التحدي الداخلي ومسألة الحريات والمظاهرات المتكررة في مناطق مختلفة من إيران. هل تركيز القيادة الإيرانية ما زال منصبا أساسا على مواجهة التحديات الخارجية، إسرائيل، الولايات المتحدة، الاتفاق النووي وغير ذلك، أم أن تركيزها الآن ربما قد يكون مشتتا بين تلك الملفات والملف الأهم الداخلي بين ظهرانها؟ في الحقيقة يعني خلال الأسابيع الأخيرة رأينا تراجعا في الأحداث الداخلية، يعني بعض هذه الأحداث الداخلية يعني رأينا هو كان لديها أسباب خارجية أو مجموعات كانت من خارج البلاد يتم دعمها من جانب الغرب وخاصة الولايات المتحدة، وهي أرادت يعني حدوث هذه الأحداث داخل إيران من أجل الضغط يعني على إيران. ولكن باعتقادي يعني تركيز إيران الأساسي هو على الأحداث الخارجية، يعني إيران تواجه تهديدات، أهم تهديد هو التهديدات الصهيونية، وهي معروفة يعني هي دائما تهدد إيران، تقوم بإجراءات وإيران تواجه هذه الإجراءات، وهذا واضح يعني مؤخرا رأينا يعني المجموعة التي اعتقلتها إيران من الموساد الإسرائيلي، وهي كانت عملية معقدة ويعني أفشلت عملية مهمة للموساد، أرادت القيام بعمليات تخريبية في مناطق حساسة يعني عسكرية ونووية. فلذلك يعني من المؤكد إيران ما زال لديها تركيز على هذه الأحداث الخارجية، خاصة إذا إيران لن تواجه هذه يعني التحديات الخارجية خاصة من جانب الكيان الصهيوني. باعتقادي هذا سيؤثر على العديد من الملفات التي يعني تريد إيران حلها في المنطقة، يعني الكيان الصهيوني الآن لا يريد هناك يكون حوار بين إيران والدول المنطقة، يريد إشغال إيران في أحداث يعني تبعد إيران عن حل هذه الملفات، هذا معروف هذا واضح. وهناك حتى يعني باعتقاد الكثير من المراقبين في إيران أن هناك يوجد أصلا تبادل أدوار في هذا الموضوع بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. شكرا لك مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق من طهران، وشكرا أيضا لضيفنا من غزة دكتور صالح النعامي الكاتب والمحلل في شأن الإسرائيلي.